كان الفران اللي مشى لفرقة شيكاغو، هذول كانوا معروفين عندنا بالنسبة للخبز واللاطة ديال الحوت ولا ثلاثة الفران اللي كانوا معروفين. أنا سميتي ياسين جنادة، خدامين في الفران ديال بوسمارة المدينة القديمة، كنخدمو الخبز العادي بلدي، كنسربيوه للحوانت محلابات ريستورات. بالنسبة للدقيق عندنا عادي، ما كاينش شي شكايات من المواطنين ولا، وعايشة منو المدينة كاملة، ماشي شي ما عندناش شي إشكال. أما الدقيق ما نقدر نخدمو بشي دقيق آخر، ولكن خاصو يكون غير شي دعم. نفس الدقيق الاخر اللي حكى عليه الاخر غالي شويه، داير شويه الثمن. بالنسبه ل حنا كنليفريو للمحلات وكنليفريو للريستورات، كنا نديرو بشي ثمن مناسب للجميع. اما الخبز شوف كيف تشوفوا الخبز ديال المدينه راه بحال بحال. اما الدقيق اللي كنخدموا به راه اللي كيخدموا به الباتيسريات، كيخدموا به اللي كيخدموا به جميع الفران، كنخدموا به حتى حنايا. بالنسبه للحكايه اللي قال هذاك رئيس ارباب المخابيز، الدقيق راه ما يقدرش ياكلو حتى بلا ما نحكيو، راه هذاك الشيء راه كلشي راه في راس المواطنين. خدموا 4000 5000 خبزة تبارك الله، ماشي على حساب. وكنطيبوا الخبز ديال الدار ديال الديور اللي كيجينا، المهم خدامين عادي، ماشي شي كاين شي شكايات. كنخدمو المحراش، خبز المحراش وخبز عادي ديال السميده، خبز ديال النخال، المهم غاديين غاديين مع القادم. الكارتين مدينه كامله، حنا كنسربيو شويه كنسربيو بوردو، كنسربيو المهم المحلات اللي شادين مزيان، اللي شاد بحال بوردو، بحال المهم كاع كنسربيو ديك المناطق، المنطقه كامله كنسربيوها. حنا كنديروا الجوده لا مويان، ماشي شي جوده، كنديروا الدقيق فورس كشي باش كنخدموا حنايا. هادي ما كاينش، واش غادي تقدر، واش التكلفه ديال الناس العاديين غادي يخلصوا لك خبزه بثلاثه دراهم اللي كيقول لك يحكي هو؟ لكن كيخلصوا خبزه بدرهم راه ثمن مناسب للجميع. يعني كنخدموا خبز ديال مواطنين الضعفاء، درهم بالنسبة للخبزة بدرهم تقدر تغدي واحد. بنادم اللي خدام 70 درهم 60 درهم راه ما عندوش استطاعة باش يخلص خبزة بثلاثة دراهم.